السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم هانيه، عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله. طيب عاد علينا هذا الوباء ونشوف ان شاء الله عائلتنا وحبابنا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فقص بلدي باللوز. كدير هذا الفقص هذا كديروا لنا خالتي كل يعني كل مناسبات اعياد عواشر هكا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش لعجبتكم القناة تشتركوا فيها وديروا لايك للفيديو. وندوزو ان شاء الله للطريقة ديال التحضير. كما كتشوفوا هنا عندي قصرية باش نخلط المكونات ديالي. عندي غادي ندير 6 ديال البيضات كما كتشوفوا بهذه الطريقه اللي كنرسم. وغادي نضيف زلافه ديال السكر سنيده، رشه ديال الملح، وعندي نص كاس ديال الزرارع. بالنسبه للزرارع فيهم الزنجلان محمر، فيهم النافع محمر حتى هو، فيهم حبه حلاوه كنشدهم كنحمرهم وتندكوهم في المهراس. بالنسبه لينا حنا درنا نص كاس، نتوما تقدروا ديروا حتى كاس كامل. كما كتشوفوا غادي نضيف زلافه ديال الزيت وغادي نحرك مزيان، غنحركو في اتجاه واحد، كنبقاو نتحركو في اتجاه يا اما اتجاه اليمين ولا اليسار، كنبقاو نحركو مزيان باش كندوبو هذاك السكر. كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للفقاص الا بغيتو ينجح لكم، العجينه كتكون مرخوفه نيت، كتكون كتلصق باليدين، يعني العجينه كتكون ما تتكونش قاصحه، العجينه كتكون لينه وما تيتعجنش. ما تنحاولوش مثلا غير كنجمعوه ما كنعجنوش. كما كتشوفوا كنبقى مزيان نخفق في داك البيض بيدي حتى كيبان لكم كيندمج مع دوك الزرارع والسكر سنيدة كتذوب. وغادي نضيف زلافة صغيرة ديال اللوز مرطبة في مازار، ممكن ترطبوه ليلة كاملة، بالنسبة لينا حنا خليناه ليلة كاملة. تقدرو ديرو غير ساعتين وهكاك على ما كتشرب داك اللوز داك مازار. كنكبوه يعني داك اللوز كنكبوه بداك مازار ديالو. هنايا خمارة الحلوى عندي خمارة ونص، درنا خمارة ونص كما كتشوفوا. والطحين على حسب الخليط. كما كتشوفوا غير كنحاول غير كنخلط، ما كنعجنش العجينه ديالي، الفقاص ما خصوش يتعجن، غير كنخلطو، غير كنحاول نجمع داك الطحين مع دوك المكونات. كما كتشوفوا غير كنحاول نجمعو غير باطراف الاصابع. وراه كيتلصق في اليدين، يعني واخا تشوفو كيتلصق ما خصو اصلا نقص العجينة ديالو تبقى مرخوفة. اي من بعد ما جمعت ديك العجينة غادي نشدو نشكلو على شكل حرابل. بالنسبة لكم كيبقى على حسب الرغبة، يعني تقدرو ديرو حرابل كبار مايان، بالنسبة حنا درناهم مايان يعني ما كبارش بزاف وماش صغار وماش غاص، يعني الحجم ديالهم مايان. كما كتشوفو كنحرفلهم على هاد الشكل هذا، غادي نحطهم في اللاطة. كنحاول ندهن يديا شوية بالزيت باش ما يلصقش، حيت هاديك العجينة كتكون مرخوفة كتلصق في اليدين. كنبقاو على هاد الشكل هدا حتى كنساولو ديك الكمية اللي عندنا. هنايا من بعد ما درنا الكميه ديال الفقاس اللي عندنا كامله في اللاطه ديال الفران، هنايا عندي بيضه كامله درت ليها صاشيه ديال
هي القهوة سريعة الذوبان، كنحركها مزيان باش كتذوب ليا ديك القهوة، وغادي ندهن الفقاس ديالي وتندوزو، يعني كنمرر عليه فرشيطة باش كيعطيني هذاك الشكل كما كتشوفوا. صافي، من بعد ما كندهنو كندخلو الفران حتى كيطيب، ما كنخليوش يتحمر، كنخليو الفوق وكنشعلو عليه النار لتحت، غير حتى كيشد راسو مزيان، وعاد كنهبطوه لتحت، يعني الطياب ديال الفقاس عادي، ومن بعد عاد نخرجوه وكنخليوه كما كتشوفوا كندهن. هنا من بعد ما طاب لينا الفقاس ديالنا، كيتحمرش بزاف يعني كيشد راسو مزيان كينشف كما كتشوفوا، غادي نرش عليه ماء الزهر وكنخليه الوقت، يعني تقدروا تخليوه حتى 6 السوايع باش يعني من تجيو تقطعوه ما كيتهرش ليكم كما كتشوفوا، وكنغطيوه كما كتشوفوا. من بعد ما قطعنا الفقاس ديالنا كنديروه في لاطه ديال الفران وغندخلو ان شاء الله الفران يطيب، وكنبقاو مقابلينو يعني كيطيب من الفوق، وتنبقاو نقلبو فيه حتى كنطيبو الكميه كامله كما كتشوفوا البنات. من بعد ما طاب الفقاس ديالنا كيجي زوين وهشيش وبنين، كيجي مقرمش، المذاق ديالو صراحه كيجي رائع، خصوصا داك المذاق ديال الزهر كيزيد له واحد البنه رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. ما تنساوش الا عجبتكم القناه تشتركوا فيها وتدعموني بلي لايك. بالصحه والراحه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.